كيفك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سندرس اليوم المحاضرة 22 من امتحان توبيك 1، وسألخص لكم الآن ماذا سندرس في هذه المحاضرة. أولا نتعرف على الاستماع تكي. سندرس اليوم كيف نتعلم كيف نجيب على السؤال بالإجاب والنفي باستخدام ني وأنيو أو إييو وأنييو. ثانيا سنتعلم الإجابة حسب صيغة السؤال، مثل أونجي وأوديسو ونوغوران ودوغوران وأوديسو وغيرها من الأسئلة. وثالثا سنتعلم الإجابة على الأسئلة باستخدام الأفعال والصفات، مثل ييغا مانايو وألريل مانايو. هذا بالنسبة للاستماع. بالنسبة للقراءة فسندرس اليوم كيف نختار موضوع النص أو الجملة حسب كلمات النص أو السؤال. وثانيا سنتعلم كيفية استخدام الكلمات التالية، مثل تاجو، ماني، كاكم، تترو وتمولجي. وسنتعلم أيضا قواعد السبب أوسو، درسناها كثيرا سابقا ولكن سنراجعها اليوم مرة أخرى. إذن لنبدأ معا بالمثال في الاستماع. بوكي 공부를 해요? 보기 공부를 해요. 공부를 해요. القواعد المذكورة في هذا السؤال. أولا 을를 해요. الإجاب 긍정. الإجاب 네 을를 해요. والنفي 아니요 을를 안 해요. كما قلنا في محاضرات سابقة دائما الإجابة بالإيجاب نفس السؤال، بينما الإجابة بالنفي عكس السؤال. ثاني قاعدة هي إييو أو ييو. طبعا كما تعرفون إييو إذا يوجد باتشيم وييو إذا لا يوجد باتشيم. الإجابة بالإيجاب هي ني إييو أو ييو. الإجابة بالنفي بوجان أنيو أنييو. ثالثا 을를 좋아해요. أحب أو لا أحب. الإجابة بالإجاب 긍정 네 을를 좋아해요. الإجابة بالنفي بالعكس 아니요 을를 싫어해요 أكره. أما الكلمات فلدينا كلمة 공부 دراسة، 공부하다 يدرس، 아니에요 لا، 이에요 و 싫어하다 يكره، 좋아하다 يحب. نتابع الأمثلة. 요리를 해요. 요리를 해요. الإجابة بالإجاب 네 요리를 해요. النفي 아니요 요리를 안 해요. ثانيا 생선이에요. 생선이에요. هل هذا سمك؟ 네 생선이에요. نعم سمك. 아니요 생선 아니에요. لا ليس سمك. ثلاثة 고기를 좋아해요. هل تحب اللحم؟ 네, 고기를 좋아해요. 나암 أحب اللحم. 아니요, 고기를 싫어해요. أكره اللحم. الآن إذن إجابة السؤال أو المثال 공부를 해요. 1. الإجابة هي 1. 네, 공부를 해요. إذن 정답 1. ننتقل الآن إلى رقم 1 من الاستماع. 1번 책이 많아요? 책이 많아요. القواعد المذكورة في السؤال 이가 많아요. هل يوجد كثير؟ الإجابة بالإجاب 네 많아요. والنفي 아니요 안 많아요 أو 많지 않아요 أو 없어요. القاعدة الثانية 이가 좋아요. 이가 좋아요. الإجابة بالإجاب 네 이가 좋아요. نفس الشيء. النفي بالعكس 아니요 이가 안 좋아요. أما الكلمات فلدينا كلمة تشيك كتاب، 좋다 جيد، 많다 كثير، وإتا يوجد. نقرأ الأمثلة. 음식이 많아요. 네 음식이 많아요. نعم يوجد طعام كثير. 아니요 음식이 없어요. لا يوجد طعام. أو 안 많아요. لا يوجد كثير. المثال الثاني 공부가 좋아요. هل الدراسة جيدة؟ 네 공부가 좋아요. نعم الدراسة جيدة. 아니요 공부가 안 좋아요. لا الدراسة ليست جيدة. وبالعودة للسؤال 책이 많아요. هل يوجد كتب كثيرة؟
الإجابة الصحيحة نه 책이 많아요. 나암 يوجد كتب كثيرة. 이단 الإجابة الصحيحة 3. 정답 3. 2번 주스를 마셔요? ننتقل للسؤال الثاني من الاستماع. 2번 주스를 마셔요? القواعد. هذا السؤال فيه فعل. 을를 마셔요? 네. 을를 마셔요. 아니요. 을를 안 마셔요. 이단 نفي الفعل أن plus الفعل. الكلمات المذكورة في السؤال جوس عصير ماشي دا يشرب إتا يوجد وأبتا لا يوجد. الأمثلة صورة غايو هل ستذهب إلى سيول؟ نه صورة غايو نعم أذهب إلى سيول. أنيو صورة أن غايو لا لا أذهب إلى سيول. المثال الثاني صوري أيو هل هذا المكان سيول أو هل أنت في سيول؟ نه صوري أيو نعم هذا سيول. أنيو صور أنيو لا ليس سيول. بالعودة للسؤال جوسرل ماشايو جوسرل ماشايو هل تشرب العصير؟ الإجابة الصحيحة أنيو جوسرل أم ماشايو لا لا أشرب العصير. إذن الإجابة المناسبة هي رقم 4. 정답 4. 3번 언제 친구를 만나요? رقم 3 من الاستماع 3번 언제 친구를 만나요? 언제 친구를 만나요? القواعد 언제 متى 누구 من 어디서 أين و 누구랑 مع من 누구하고 مع من. الكلمات المذكورة في السؤال 언제 متى 친구 صديق 만나다 يقابل 내일 غدا 학생 طالب 동생 أخ صغير 누구 من 어디서 أين 누구랑 مع من. نقرأ الأمثلة 누구를 좋아해요 من تحب 엄마를 좋아해요 أحب أمي 누구하고 시장에 가요 مع من تذهب إلى السوق 언니하고 시장에 가요 أذهب مع أختي. 어디서 공부해요 أين تدرس 교실에서 공부해요 أدرس في الفصل. إذن إجابة 누구 إجابتها شخص من إذن إجابتها شخص 누구하고 مع من إجابتها أيضا شخص 어디서 أين إجابتها مكان. وبالعودة للسؤال 언제 친구를 만나요 متى ستقابل صديقك 내일 만나요 غدا سأقابله غدا. إذن الإجابة الصحيحة هي 1. 정답 1. 4번 집에 어떻게 가요? رقم 4 من الاستماع 4번 집에 어떻게 가요? القواعد المذكورة في السؤال أولا 어떻게 كيف ثانيا 으로 가다 أو 오다 أذهب ب أو آتي ب وسيلة وسيلة مواصلات 어디 أين و 누가 من. الكلمات 어떻게 كيف 학교 مدرسة 버스 حافلة 지금 الآن 가다 يذهب و 선생님 مدرس. نقرأ الأمثلة 회사에 어떻게 가요 كيف تذهب إلى الشركة 지하철로 가요 أذهب بالمترو. 회사에 언제 가요 متى تذهب إلى الشركة 지금 가요 الآن أذهب الآن. 어디에 가요 أين تذهب 회사에 가요 أذهب إلى الشركة. 누가 가요 من يذهب 선생님이 가요 الأستاذة تذهب. وبالعودة إلى السؤال 집에 어떻게 가요 كيف تذهب إلى البيت 버스로 가요 أذهب بالحافلة. إذن الإجابة هي رقم 3. 정답 3. ننتقل الآن إلى القراءة. في القراءة سنتعلم كيف نختار موضوع النص وندرس المثال أولا. 보기 아버지는 의사입니다 어머니는 은행원입니다. قواعد هذا السؤال نن ميونسا إمنيدا نن اسم إمنيدا أبوجي نن إيسا إمنيدا. الكلمات أموني أم أبوجي أب إيسا طبيب أنينغوان موظف بنك شمال عطلة نهاية الأسبوع بومو والدين بيونغوان مستشفى وأوبا أخ كبير. الأمثلة
إذا كان مثلاً المثال هذا السؤال الموضوع موضوعه يتحدث عن تشومال عطلة نهاية الأسبوع سنشاهد الكلمات التالية إيرويل يوم الأحد تويويل يوم السبت شدا يستريح أما إذا كان الموضوع بيوان مستشفى سنشاهد الكلمات التالية أبودا يتألم إيسا طبيب ويا دواء يول حرارة بالعودة للسؤال أو المثال أبوجينن إيسايمنيدا أبي طبيب 어머니는 은행원입니다. 엄미 موظفة بنك. والخيارات الموجودة لدينا طبعا هي الإجابة الصحيحة منها بومو بسبب ذكر أبوجي وأموني. إذا تشونغداب 2. السؤال التالي هو 31 سمشيب إلبون. بيبيمبابي 맛있습니다. 불고기도 맛있습니다. القواعد المذكورة هنا إيغا ماشتا مادوبتا لذيذ وليس لذيذ تو ماشتا هذا أيضا لذيذ الكلمات المذكورة في السؤال أولا نارا دولة يويل اليوم شيغان وقت أمشيك طعام بيبيمباب طعام تقليدي كوري اسمه بيبيمباب بولغوغي لحم البقر وماشتا لذيذ مادوبتا ليس لذيذ نقرأ الأمثلة إي بانغي ماشيسمنيدا هذا الخبز لذيذ إي جوسغا مادوبسمنيدا هذا العصير ليس لذيذ إي كوبيدو ماشيتا هذه القهوة أيضا لذيذة ننتقل الآن إلى الكلمات أو عفوا الموضوعات المذكورة في السؤال مثلا لو كان موضوع هذا السؤال نرى الدولة سنشاهد كلمات مثل هانغوك كوريا إلبون اليابان أوديسو وستيو من أين أتيت اليوم يويل قد نشاهد كلمات مثل إيريويل تويويل وريويل كلمات تتعلق بالأيام مثل الأحد السبت الاثنين لو كان الموضوع شيغان الوقت سنشاهد كلمات مثل هانشي توشي سيشي وبالعودة للسؤال بيبيمبابي 맛있습니다 불고기도 맛있습니다 بيبيمباب وبولغوغي أطعمة ولذلك الجواب الصحيح هو أمشيك الطعام إذن تونغداب 4 ننتقل إلى 32 سمشيب إيبون مينسوشينن 학생을 가르칩니다 영어 선생님입니다 القواعد المذكورة في السؤال سهلة وقليلة وهي ال-ر-ل كارتشيدا يدرس أما الكلمات فهي 학생 طالب يونغو لغة إنجليزية سونسينيم مدرس كارتشيدا يعلم أو يدرس كاجوك أسرة ناي عمر ويرم اسم وتاقوب وظيفة نقرأ الأمثلة 저는 아랍어를 가르칩니다 أنا أدرس اللغة العربية 저는 의사입니다 أنا طبيب لو كان موضوع الحوار كاجوك عائلة إذن سنشاهد كلمات مثل 언니 오빠 어머니 아버지 لو كان الموضوع العمر ناي سنشاهد كلمات مثل سموسال أو بيوسال كم عمرك لو كان الموضوع إرم الاسم سنشاهد كلمات مثل تي إرم أو راكو همنيدا اسمي كذا بالعودة للسؤال مينسو شينن هاكسينغل كارتشيمنيدا مينسو السيد مينسو يدرس الطلاب يونغو سنسينيمنيدا مدرس لغة إنجليزية طبعا الموضوع المناسب لهذا النص هو تيغوب الوظيفة إذا تونغداب 4 الإجابة الصحيحة 4 ننتقل إلى 33 سمشيب سامبون 운동을 좋아합니다 농구를 자주 합니다 القواعد المذكورة هنا ال를 좋아하다 يحب شيء معين ال를 자주 하다 يقوم به كثيرا أو عادة أو غالبا الكلمات التي قد نستخدمها في هذه القاعدة تاجو غالبا كاكم كاكم هذا أحيانا ماني هذا كثيرا تمولجي هذا نادرا تترو هذا أحيانا الكلمات المذكورة في هذا النص أندون رياضة توا هذا يحب نونغو كرة السلة تاجو غالبا نالشي الجو تانسو مكان تشيمي هواية شوبينغ التسوق ندرس الأمثلة معا 저는 공부를 좋아합니다 أنا أحب الدراسة 저는 바쁩니다 أنا مشغول 그래서 가끔 운동을 합니다 لذلك أقوم بالرياضة أحيانا لو كان مثلا موضوع النص الجو 날씨 سنشاهد كلمات مثل 좋다
나쁘다, 맑다, 덥다, 춥다. لو كان الموضوع مكان شانسو سنشاهد كلمات مثل يوغي أو هاننغوت مكان عمل. لو كان الموضوع شوبينغ سنشاهد كلمات مثل بيكاجوم أو سايج قياس أو أود ملابس. وبالعودة للسؤال 운동을 좋아합니다. أنا أحب الرياضة. 농구를 자주 합니다. ألعب كرة السلة عادة أو كثيرا غالبا. الإجابة الصحيحة هي تشيمي ثلاثة الهواية. إذن شونغداب ثلاثة. ننتقل الآن إلى رقم 43 من القراءة. 43 سنختار الإجابة الصحيحة. 43번 저는 오늘 이사를 했습니다. 친구가 도와줘서 이사가 금방 끝났습니다. 새 집에서 친구와 저녁을 먹었습니다. القواعد المذكورة هنا 아오서 아오서 도와줘서 ساعدني صديقي لذلك لأن صديقي ساعدني 금방 끝났습니다. أنهيت بسرعة أو يعني بوقت قصير. 에서 하다 먹다 يأكل في مكان معين أو يفعل شيء في مكان معين. 을를 도와주다 يساعد في. وأخيرا 은 는 وأن ميونسا بلس اسم وهي صفة لشيء معين صفة لموضوع معين سندرسها الآن في مثال. الكلمات المذكورة هنا إيسا انتقال تواجد يساعد كمبان بوقت قصير أو بسرعة تونيوك عشاء سيجيب بيت جديد تنانجو الأسبوع الماضي. نقرأ الأمثلة 저는 오늘 너무 바빠서 모임에 못 갑니다. أنا مشغول كثيرا اليوم ولذلك أو لأنني مشغول كثيرا اليوم لا أستطيع أن أذهب على للتجمع. 시험이 너무 쉽기 때문에 금방 끝났어요. الامتحان سهل كثيرا لذلك أنهيته بسرعة أو بوقت قصير. 친구와 식당에서 밥을 먹었습니다. أكلت الطعام مع صديقي في المطعم. 한국어가 어렵습니다. اللغة الكورية صعبة. 선생님이 저를 도와줬습니다. لذلك ولكن الأستاذة ساعدتني. الأستاذة ساعدتني. 저를 도와줬습니다. 지난주에 간 식당이 맛있습니다. المطعم الذي ذهبت له الأسبوع الماضي. كيف نستخدم اسم الإشارة هنا؟ المطعم الذي ذهبت إليه. 지난주에 간 식당. الأسبوع الماضي 맛있습니다. لذيذ. إذن بالعودة للسؤال. 친구가 이사를 했습니다. انتقل صديقي خطأ لأنني أنا من انتقل. 제가 친구를 도와줬습니다. أنا ساعدت صديقي خطأ لأن صديقي ساعدني. 지난주에 이사를 했습니다. انتقلت الأسبوع الماضي خطأ لأنني اليوم انتقلت. 이사한 집에서 식사를 했습니다. تناولت الطعام في البيت الجديد البيت الذي انتقلت له وهذا هو الجواب الصحيح. إذن رقم 43 الإجابة الصحيحة 4 تونغداب 4. ننتقل الآن إلى رقم 44 44번 오후부터 비가 왔습니다. 저는 우산이 없어서 걱정을 했습니다. 그런데 언니가 우산을 가지고 학교 앞에서 기다리고 있었습니다. القواعد المذكورة هنا بوتو مثلا أوفو بوتو منذ المساء أوجون بوتو منذ الصباح أو من الصباح. ثانيا آ أو سو كوكتون هذا قلقت بسبب. ثالثا كرون دي ولكن. رابعا إل ريل كاجيدا أحضر. وأخيرا إي سو كيداريدا انتظر في مكان معين. الكلمات كاجيكو أودا أحضر وسان شمسية أو مظلة كوكجون قلق وديريدا ينزل وكيداريدا ينتظر. ندرس الأمثلة 아침부터 눈이 많이 왔습니다. سقط المطر كثيرا من الصباح منذ الصباح. 시험이 어려워서 걱정됩니다. أشعر بالقلق لأن الامتحان صعب. 그런데 ولكن 공부를 열심히 했습니다. درست جيدا أو بجد. 수업 끝난 후 피자를 가지고 집에 갔습니다. بعد أن انتهت المحاضرة أخذت بيتزا وذهبت إلى البيت. 비가 많이 와서 식당 앞에서 기다렸습니다. انتظرت أمام المطعم لأن المطر نزل كثيرا أو تساقط كثيرا. وبالعودة للسؤال
아침에 비가 내렸습니다. 타사카탈 마타르 사바한. 저는 언니를 기다렸습니다. 인타더르투 우흐티. 와하다 카타 리안나후 칼 우흐티 인타더라트니. 학교 앞에 언니가 있었습니다. 아마멀 마드라사 우흐티 카나트 마우주다 아마멀 마드라사. 저는 학교에 우산을 가지고 왔습니다. 아하다르투 알샴시야 일라 알 마이 필 일라 알 마드라사. 와하다 카타 리안나니 لأنه قال في السؤال أنه لا يوجد شمسية معه، لذلك كوكتونغ ديتا شعرت بالقلق. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 3. هكيو أبي أونيغا إستسمنيدا. كانت أختي موجودة أمام المدرسة. إذن تشونغداب 3번 3. ننتقل الآن إلى رقم 45 40 5번. 오늘 동생과 약속이 있었습니다. 그런데 지하철을 잘못 타서 약속 장소에 늦게 도착했습니다. 동생은 화가 많이 났습니다. 알카와엣 와과 약속 있다. 앤디 마우이돈 마. 이스난 을을 잘못하다. 라킵투 카타. 라킵투 미트로 카타. 아우 라킵투 하필 카타. 에늦다. 타흐르투 알라. 늦게 도착했다. 와살투 무타흐히란. 와아히란 화가 나다. 가디바. الكلمات أو يغضب عفواً الكلمات الجديدة هنا تونسينغ أخ صغير ها غضب يكسوك موعد توتشكدا يصل دتا يتأخر وبوردا لا يعرف 오늘 선생님과 약속이 있습니다. 앤디 마우이돈 اليوم مع الأستاذ 버스를 잘못 타서 늦었어요. 죄송해요. أنا آسف تأخرت لأنني ركبت الباص الخطأ 시험을 못 봤습니다. لم أقدم جيدا في الامتحان. أبوجي هاغا ماني ناسميدا غضب أبي كثيرا. بالعودة للسؤال 저는 동생을 못 만났습니다. لم أقابل أخي الصغير. خطأ لأنه قال أنا قابلته ولكن تأخرت عليه. 저는 약속 시간에 늦었습니다. تأخرت على الموعد. 저는 약속 장소를 몰랐습니다. لم أعرف مكان الموعد. خطا 저는 동생을 많이 기다렸습니다. انتظرت اخي الصغير كثيرا. خطا لانه بالعكس هو من انتظر انا الذي تاخرت. اذا مره اخرى 오늘 동생과 약속이 있었습니다. كان عندي موعد مع اخي الصغير. 그런데 지하철을 잘못 타서 약속 장소에 늦게 도착했습니다. وصلت الى موعد الى مكان الموعد متاخرا لانني ركبت المترو الخطا. 동생은 화가 많이 났습니다. غضب اخي الصغير كثيرا. اذا الاجابه الصحيحه هي أنني وصلت متأخر لموعد وصلت متأخرا على الموعد. إذن الإجابة صحيحة 2. تونغداب 2번. إذن هذا كل ما لدينا اليوم في محاضرتنا من امتحان التوبيك. والآن سألخص لكم بشكل سريع وقصير ماذا درسنا اليوم في المحاضرة. أولا في الاستماع تكي درسنا كيف نجيب على السؤال بالإجاب والنفي. كما نقول دائما بالإيجاب نجيب السؤال والجواب نفس الشيء، ولكن بالنفي الجواب عكس السؤال. استخدمنا ني وأنيو، استخدمنا إييو وأنييو. أيضا تعلمنا الإجابة على سؤال هل تحب الرلتواهيو بالإجاب والنفي. وتعلمنا أيضا صيغة صيغ السؤال أو أدوات الاستفهام مثل أونجي دوغوران دوغوهاغو أوديسو وغيرها من الأدوات. وأيضا تعلمنا الإجابة على أسئلة الأفعال والصفات مثل إيغا مانايو أو الرل مانايو. أيضا بالنسبة للقراءة إلكي درسنا في القراءة كيف نختار موضوع النص حسب الكلمات المذكورة فيه. وتعلمنا كيفية استخدام الكلمات التالية أو الظروف التالية تاجو ماني كاكم تترو وتملجي. وأيضا درسنا قواعد أوسو وهي قاعدة السبب. هذا كل ما درسناه اليوم. والآن سنلخص لكم كلمات القراءة الرئيسية. درسنا في كلمات القراءة أولا كداريدا ينتظر. ودرسنا أيضا أنينغون موظف بنك. ودرسنا أيضا كلمة بومو والدين. بيونغون مستشفى. وإيسا انتقال. كاجيغو أودا يحضر ويأتي. وتشيمي هواية. تاجو عادة. وهاغانادا يغضب. ويكسو بوعد. تيهاتول مترو وغيرها الكثير من الكلمات. هذا كل ما لدينا في محاضرة اليوم من امتحان التوبيك. أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا ومع السلامة.